إلى أمة العربية، الحلم والواقع، وإلى الشعر العربي ضميرها الحي، وإلى معلمين الأوائل أصحاب المعاجم والمختارات، وإلى الشعراء العرب رسل التنوير والثقافة والتقدم، وإلى جمهورنا الحبيب أهدي هذا المعجم، عبد العزيز سعود البابطي. إبراهيم العجلوني. ولد الشاعر إبراهيم خليل العجلوني عام 1948 في الصريح بمحافظة إربد بالأردن، وحصل على ليسانس أداب لغة عربية من جامعة بيروت العربية عام 1976. عمل سكرتيراً لتحرير مجلة أفكار ورئيساً للقسم الثقافي في إذاعة عمان، وموظفاً في الخطوط الجوية السعودية في عمان، ورئيساً لقسم الشؤون الثقافية المحلية وقسم المطبوعات بالجامعة الأردنية، وغيرها من الأعمال والوظائف الثقافية والتعليمية. وهو عضو نقابة الصحفيين الأردنيين واتحاد الصحفيين العرب، وكان عضو الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب الأردنيين، وشارك في الكثير من المؤتمرات الثقافية الأردنية والعربية. من دواوينه الشعرية تقاسيم على الجراح، وصدر عام 1972 وحينما نلتقي بالاشتراك، وصدر عام 1980. طائر المستحيل، وصدر عام 1992. ومن أعماله الإبداعية الأخرى الوجوه، محاولة روائية وقصص أخرى عام 1989. ومن مؤلفاته نظرات في الواقع الثقافي الأردني، مسلمات في ضوء التحقق، في الفلسفة والخطاب القرآني. يقول الشاعر إبراهيم العجلوني في قصيدة بعنوان طائر المستحيل: جاء من أقصى الحقول مفعما بالمستحيل، جاء نهرا من عبير اللحظة الأولى وأشواق الفصول، جاء وحشيا كما الأحلام في ليل حريري ثقيل، وبدائيا لذيذ الأسر جني الهطول. أي هذا الكاسر البري يا توق الخيول، أي هذا الحب يا سيد هذا الكون من أي سبيل، جئت دنيانا ومن أي الدغول، ولماذا جئت يا حب ففجرت ينابيع العويل، صارخا كالجرح ممتدا كأنات العليل. أين منا، أين منا أيها الحب صفاء الفجر أو صمت الأصيل، أين منا هدأة الروح وأفراح الوصول، أين منا بسمات القلب في الليل الطويل. آه يا حب وما أجمل أن تأتي، ولكن لما تأتينا غريبا مفعما بالمستحيل. وفي قصيدة بعنوان شروق يقول الشاعر الأردني إبراهيم العجلوني:
رأيتك في بهيم الليل حلماً وأنواراً وأنساماً ونعما، وكنت أراقص الأحزان وحدي وأكرع أكؤساً أترعن هما، وأصرخ حين يخنقني سكوتي وأخمد ساكناً من بعد غما. وإذ يحلو البكاء أروح أبكي وأضحك إذ يكون الدمع دما، مهازل خطها في الرمل وهمي فخططني على الأيام وهما، وأطياف سرقن ربيع عمري ولم أنبس بأين ولم وعما. وقلت يجيء سوف يجيء حتى سطعت منائرا والليل أعمى، فهل أشرقت من قمم احتراقي؟ وهل روحي سكنت وعشت قدما؟ أما في قصيدة طريق الرجال فيقول الشاعر إبراهيم العجلوني: إذا ما سلكت سبيل الكفاح وجست بحور الأسى والمحال، فلا الليل يعلم كيف انتفضت ولا الصبح يدرك سر القتال. هو الدم يجري بذاتي سعيرا، هو الحق يزكي قلوب الرجال، فهني الكروم وهني الضياع وهني السهول وهني الجبال، وعرج على قبلة المشرقين وبشر بلادي بركب النضال، فها قد نهضت وها قد أتيت وللثأر في النفس أي اعتمال، وها قد تداعت صروح الخنوع وها هو ذا النصر دان يطال، فللظلم في خافقي نبض كره وللنور في مقلتي انفيار، وذا الصخر منه رضعت الصمودا وذا الزهر فيه عشقت الجمال، بلادي صبرا فذا الحق آت ونيران زحفي تزيد اشتعال، فإني نفضت غبار السنين وإني عرفت طريق الرجال. وفي رثاء البطل يقول الشاعر العجلوني: وحر قلبي من سيدعو الداعي من بعده لما نعاه الناعي، أربى على وسع الزمان فما سرى إلا وليل الظلم نضو سراعي، أبكيه أم أبكي المكارم أم ترى، أبكي على الأوطان والأصقاع، رزق تقاصرت النوائب دونه وملمة جلت على الأسماع، نجم هوى صبح ثوى، فتأملي يا نفس هل للفخر بعد دواعي؟ أودى المجير إذا استجارت حرة ومضى مسكن روعة المرتاع، القائد الندب الصبور المرتجى، المرتجى لكريهة والمنتخى لقراع، من تعرف الأعداء سطوة بأسه
ويراه ذو القرب الرفيق الراعي، يدعونه والويل يصخب باللظى، من ذا يردك لوعة الملتاع، ويرد للوطن السليب رجاءه، فيرى عجاج النقع قيد ذراعي. يا فارس الفرسان أغمدك القضا، أم تلك أنباء سرت ببقاعي؟ إن كان حقا فالفراديس العلا مأواك، فاهنأ ذاك فوز الساعي. حييت في غرف الجنان فإنما بالحق نلت وبالشبى اللماعي، ومواقف أحيين ذكرك في الورى، فمضيت فيضا من سنن وشعاعي.